يقول نعم أنه كما يبدو أن نتنياهو يستغل هذا الموضوع لدرجة أنه إن لم يتم التوقيع على هذه الاتفاقية، ليس أنني أشجع على التوقيع، لا، إن لم يتم التوقيع قريبا فأعتقد أن التوقيع كله سيتأجل إلى ما بعد الانتخابات، ولربما بعد ذلك لن يتم التوصل إلى اتفاقية. أنا أشكرك الدكتور مكرم خولي مخول الأكاديمي والمتخصص بالإعلام السياسي، كنت معنا مباشرة من لندن، والشكر